شكرا لك شوقي، أذهب إلى محمد حسن في موسكو. محمد، أقرأ معك في ربما دلالات وتفاصيل إعلان الجيش الروسي نهاية المرحلة الأولى من العملية العسكرية. ماذا يعني ذلك؟ وأيضا هل يعني ذلك بأن الجيش، هل قال الجيش في بياناته في الواقع أنه سينسحب من الأماكن التي دخلها مثلا؟ هناك يعني البيان الأخير أو النشرة الأخيرة التي صدرت من وزارة الدفاع تفسح الكثير من التأويلات. طبعا دعنا نعرج على واحدة تلو الأخرى. أولا قال أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية قد تمت، أو الغالبية العظمى من هذه المرحلة قد تمت بنجاح، وهذا يسمح لنا بأن نفكر إما سيكون هناك مرحلة ثانية ثم ثالثة، أي أنها هي ليست النهاية، وأن لسنا سوى في نهاية المرحلة الأولى. في هذه المرحلة الأولى كما وصفها بيان وزارة الدفاع، تم ضرب القدرة العسكرية الأوكرانية بشكل كبير، تم ضرب القوات الدفاع الجوي وقوة الطيران، وبالكامل تم القضاء على سلاح البحرية الأوكرانية حسب بيان وزارة الدفاع الروسية. فيما بعد ذلك يأتي الحديث عن ضرب 70% من مخازن السلاح حسب وزارة الدفاع الروسية أو تقييم وزارة الدفاع الروسية. هكذا ربما أرادت موسكو تحقيق هدف تجريد أوكرانيا من السلاح. فيما بعد يتحدث بيان وزارة الدفاع أو المتحدث باسم الوزارة، قال أن القوات التي تحاصر كييف وخاركوف وتشيرنيغوف في الشمال بالإضافة إلى نيكولايف في الجنوب تحاصرها لكي تبقي القوة العسكرية الأوكرانية مركزة على تلك المناطق، وتسمح لقوات دونيتسك ولوغانسك بدعم من القوات الروسية إلى التقدم في الجبهة الشرقية في لوغانسك ودونيتسك نحو الغرب. وقال أن القوات الأوكرانية خلال الأعوام الثماني التي استمرت فيها يعني الحركة الانفصالية تمكنت في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك أن تبني خطوط دفاع من خرسانات مصفحة وقوية جدا، ومن الصعب كان تجاوز هذه خطوط الدفاع هذه لم تكن القوات الأوكرانية منشغلة في القتال دفاعا عن كييف وخاركوف وتشيرنيغوف ونيكولايف وخيرسون وماريوبل بهذا المعنى. بعد ذلك طبعا تطرق بيان الدفاع إلى الخسائر البشرية، قال أن الطرف الأوكراني خسر 30,000 جندي قتيل، وأن الطرف الروسي خسر 1,358 قتيل. طبعا هنا حسب الكثير من المراقبين قد يكون هناك استمرار للحرب الميدانية بالحرب الإعلامية. نعلم أن وزارة الدفاع الأوكرانية تعطي صورة معكوسة تماما أو قريبة من العكس عندما تتحدث عن أكثر من 16,000 قتيل بين الجنود الروس، وأقل بكثير عدد يقارب 2,000 من الجنود الأوكران. لذلك هنا من الصعب جدا أن نعطي أي تقييم محايد حسب الكثير من المراقبين العسكريين هنا. تم الحديث أيضا، طبعا دائما هذا يجري، عن المختبرات البيولوجية التي تم الكشف عنها. تم الحديث أيضا عن الخطة التي موقع عليها من قبل إحدى الجنرالات الأوكران بالان، عن الخطة التي كانت تنوي كييف أن تقوم بها لحسم موضوع المناطق الانفصالية بالقوة، ولكن الطرف الروسي قام بهذه العملية العسكرية بشكل استباقي حسب الكثير من المراقبين هنا. في هذه الجملة نوع من التبرير بداية هذه العملية العسكرية. هذه هي أبرز البنود. إذن إما نحن أمام مرحلة ثانية حاسمة، أو نحن أمام مراحل قد تلي الواحدة تلو الأخرى. حسب الكثيرين كما تفضلت أيضا، قد يكون الآن بعد فرض السيطرة كما جاء في البيان على 93% من أراضي منطقة لوغانسك، ولكن منطقة دونيتسك ما زالت فقط 53% تم السيطرة عليها. إذن هي تكملة لمقاطعة دونيتسك، ومن ثم إما ستنسحب القوات الروسية من ذلك الحصار، حصار المدن كييف
وتشيرنيغوف وخاركوف ونيكولايف وغيرها، أو قد تكون هناك مراحل أخرى نحن لا نعلمها، لأن الهدف الأول تجريد السلاح، حيادية أوكرانيا قد يكون هو مكسب تفاوضي، ولكن هناك أيضا هدف معلن من قبل العملية العسكرية، وهو اجتثاث جذور النازية في الدولة الأوكرانية. وروسيا لا تخفي سواء في الإعلام الروسي أو على لسان الساسة الروس أن من تصفهم بالنازيين الجدد هم متوغلين في كافة مؤسسات الدولة الأوكرانية. فكيف سيتم تحقيق هذا الهدف، وهل سيتم تحقيقه عسكريا أم عبر يعني بأي طريقة؟ هذا هو السؤال المطروح الآن، ماذا بعد هذه العملية العسكرية، وإن كان هدفها فقط هو تحرير أو ضمان أمن لوغانسك ودونيتسك؟ يعني هناك أسئلة كثيرة تطرح بعد هذا البيان المفصل الأول، بعد شهر من بداية العملية العسكرية التي يعني المرحلة الأولى منها استمر شهر، وطبعا تطرق إلى المرتزقة وإلى مسائل كثيرة، ولكن نحن أتينا بأبرز النقاط هذه.